بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا الهادي الأمين محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرض، الإمام المهدي روحي وأرواح العالمين له الفداء. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. حياكم الله. ما الذي جرى في أرض كربلاء يوم 9 من المحرم سنة 61 للهجرة؟ حتما هنالك أحداث كانت خطيرة بمستوى خطورة هذا اليوم وبمستوى خطورة هذه الأرض ومستوى خطورة هذه المعركة العظمى في التاريخ، اللي نقل النص أنه لم يشهد منذ أن خلق الله آدم بمثل كربلاء معركة. يعني لاحظ مستوى الإعداد اللوجستي، مستوى التضحيات، مستوى الحرب الطاحنة التي جرت، مستوى البطولات اللي للأسف سيأتينا ضيعت تماما من قبل الإعلام الأموي ومن قبل التنظير العباسي. لا زالت كتب الأمان ترد من أجل أن يفصلوا القيادات العسكرية للإمام الحسين عنه، فيأتي كتاب أمان لعلي الأكبر عليه السلام، يأتي به رجل من أهل الشام ويقول له لك أمان من الأمير، فيرد عليه علي الأكبر عليه السلام: أتؤمننا وأبي الرسول الله لا أمان له؟ بهذه النظرة العقائدية المتينة الصلبة التي كانت وكان يحملها بين طياته وبين جنبيه مولانا علي الأكبر صلوات الله وسلامه عليه. أيضا من أحداث هذا اليوم بدء الحصار الأعظم الذي حوصر به الإمام الحسين عليه السلام، وهذا النص اللي دائما أنا أذكره من أجل أن يترسخ في أذهان الحسينيين الموالين، نص الإمام الصادق عليه السلام. للأسف النصوص التي رويت حول معركة الطف الواردة عن أهل البيت قليلة جدا، لا سيما من قبل الذين حضروا كربلاء. يعني عندنا 2 معصومين حضروا بعد شهادة الحسين: إمام السجاد، الإمام الباقر، سيدة زينب معصومة بالعصمة الصغرى. وللأسف المرويات عن هؤلاء الأطهار يعني لا تشكل 2% من مجموع المرويات عن غيرهم، وهذه ظلامة كبرى بأن أضيع تراث كربلاء المروي عن العترة الطاهرة. ما عندنا اليوم مقتل للحسين مروي بأجمعه عن أئمة أهل البيت عليهم السلام. عندنا نعم روايات وقبسات، لكن ضيع المفروض هو أول من يحافظ على تراث كربلاء هم الأمة، والأمة بالفعل حافظوا، لكن الهجمة الأموية والعباسية على تراث الحسين عليه السلام، يعني تقريبا بإحصائية أنا اطلعت عليها عندنا أكثر من 40 مقتل مفقود فقدت، منها مقاتل شيعية مثل مقتل أصبغ بن نباتة وصلتنا قطعة، مقتل عمار الدهني وغيره، مقتل الواقدي الذي أخذه أبو جعفر المنصور وأتلفه كما قيل أو أحد خلفاء بن العباس، فمشكلة كبيرة. طبعا ضياع المقاتل لا يعني أن القصة غير صحيحة، لا القصة صحيحة، لكن ضاعت الكثير من التفاصيل، لا سيما بطولات بني هاشم، لا سيما بطولات سيدنا أبو الفضل العباس وبطولات الحسين عليه السلام. فهذا النص مهم عن الإمام الصادق، يقول: يوم تاسعاء، اليوم الذي حوصر فيه الحسين، لاحظ، من خيل أهل الشام حوصر، يعني يوم الحصار والإطباق الأعظم. أخو خيل أهل الشام موجود عزيز، خيل أهل الشام كانت تحت قيادة عمر بن سعد 4000 مقاتل، وانضمت إليها الكتائب المجففة الرومية البيزنطية التي توقفنا عندها فيما مضى، بقيادة الحسين ابن نمير، هذا القائد الرومي، القائد الشامي الذي تدرب في روما، وهذا يعني كان له وقع ثقيل على جيش الإمام الحسين عليه السلام، وغير المعادلة بالأخص عند نزول الكتائب المجففة بعد ظهر يوم عاشوراء. فبدأ يوم الحصار الأعظم عندما أغلقت كل المنافذ التي تحيط بالإمام الحسين عليه السلام، ما عدا بعض المنافذ الميسمية وبعض المنافذ الفرعية التي يستطيع أن يخرج منها الخارج، وهذا يدلل أنه قال لبعض من حضر، قال: أنتم في حل من بيعتي، وذهب أهل الكراء والجمال كما قلنا وخرجوا من كربلاء. ما الذي أجراه الحصار الأعظم؟ طبعا كما قال الإمام الصادق، منعوا أن يمده أهل العراق
ومنعوا عنه الناصر. يعني النص ينبه أنه الكتائب العسكرية السرايا العسكرية إلى يوم تاسعاء، إلى ظهر يوم تاسعاء كانت ترد إلى أرض كربلاء، تعبر القنطرة وتصل إلى الإمام الحسين بنص كلام الإمام الصادق. لا أحد يقول من أين أتيت بهذا الكلام وأنت تريد تضيف خطط للحسين وبطولات. أنا ما أضيف، من أنا حتى أضيف خطط للحسين؟ الحسين هو عاقل وهو سيد العقلاء، إمام المفترض الطاعة، وحتما يخطط. إن لم يخطط للنصر يخطط للحفاظ على من كان معه، لم يخطط للنصر أيضا وهو مخطط للنصر صلوات الله وسلامه عليه، سيخطط من أجل إبقاء ثورته وواقعة حيا وجليا. فمنعوا أن يمده أهل العراق بناصر، وهذا الكلام يرد على كل من أساء لشيعة العراق الذين هم مشروع الإمام الحسين وبه تبناه صلوات الله وسلامه عليه. بعد من أحداث هذا اليوم، الإمام سيد الشهداء سلام الله عليه بدأ يجري مسحا أمنيا ومسحا لطبيعة الأرض، وكان عليه السلام عصر يوم تاسعاء وبدء ليلة عاشوراء يتفقد التلاع ويتفقد التلال والخيام لكي لا تكون مكمنا للعدو. هذا ينبئ على إجراءات أمنية استباقية قام بها الإمام الحسين عليه السلام. بعد وتفقد الخندق العاشورائي. مسألة الخندق العاشورائي أنا دائما ما أؤكد عليه عزيزي، إمام الحسين عليه السلام يعلم أن جيشه لا يعادل بجيش ابن زياد، بالتالي عنده تدابير عسكرية. لما ثورة كربلاء ناجحة؟ لأن ثورة كربلاء كلها تخطيط خطط، ولهذا الإمام سيد الشهداء يعني حفر خندقا عاشورائيا خلفيا، هذا خلف المخيم اللي يقع في الجهة الجنوبية من كربلاء خلف مخيم النسوة، حفر هذا الخندق. طبعا احنا قلنا حفر الخندق لا يكون يوم تاسعاء ولا يوم عاشوراء، لأن القائد الحكيم مثل الحسين لا يتعب جيشه في الحفر، مسألة صعبة ترى. خندق النبي صلى الله عليه وآله حجمه كان أو قلطولة بنفس الخندق الذي احتفره الإمام الحسين عليه السلام 90 أو 100 متر. هذا احتاج من النبي صلى الله عليه وآله شهر من العمل المتواصل ليل نهار مع وجود 3000 صحابي يعملون لكي ينتجون خندقا طولة ما يقرب من 100 متر، عرض 4 أمتار أو 5 لكي لا تعبر عليه أو لا تعبره الفرس، وعمقه 3.5 أمتار، وله أبواب. فأنت من تقول لي الخندق حفر الحسين ليلاً أنت صادرت عقلي. لما؟ لأن إمام سيد الشهداء أولاً لا يتعب جيشه، وراهم معركة طاحنة، فالخندق يعد مسبقاً. هسه واحد يقول كيف يعد؟ إمام الحسين يرسل من يكون معه من المقاتلة قبله ويقولهم حفروا لي فرد خندق لأن عنده معركة. إمام الحسين تدري أعد، وهي الأرض معدة للملحمة العظمى يوم عاشوراء. حتى أمير المؤمنين سنة 37 قال للحسين، قال له هنا أنتوا تنزلون وها هنا تقتلون وها هنا أنت تذبح. مسألة واضحة، يعني الإمام علي أيضا أشار إلى طبيعة جغرافيا أرض كربلاء، جغرافيا العسكرية لأرض كربلاء. ولم يكتفي الحسين بحفر خندق لكي لا يأتيه الجيش الأموي من خلفه، بل حفر خندقا أماميا له باب. هذا شنو وظيفة الخندق الأمامي؟ هذا يمنع الهجمة الواحدة من الأعداء. بالتالي عندما تريد كتائب الإمام الحسين، سرايا الإمام الحسين، تريد أن تخرج من الخندق يضعون بابا مثل معركة الخندق. كان خندق النبي له أبواب وعليه حراس، من تريد الكتائب تعبر ينزلون هذا الباب الخشب على الخندق تعبر، من تنتهي الكتائب يرفع لكي لا يعبر الأعداء. لاحظ، ولذلك احنا عندنا في النصوص الأعداء ما وصلوا إلى خيمة الحسين إلا بعد أن استشهد هو. لما؟ أكو تدابير للإمام سلام الله عليه. فهنالك خندق خلفي وهنالك خندق أمامي يفصل مخيم الإمام الحسين عليه السلام وخيمة القيادة المتقدمة عن أرض المعركة اللي هي الآن نقدر نسميها بدايتها. وين تصير أرض المعركة؟ بدايتها منطقة بين الحرمين الشريفين. أنتوا جنابكم لا تتصور، إحنا إن شاء الله نفصلها في أحداث يوم العاشر. تمول بالك 30,000 مقاتل من جيش الأعداء جايين، ووعدهم ما لا يقل عن 15,000 فرس. ما أقدر اليوم أحصرهم بين الحرمين الشريفين. مساحة المعركة كبيرة عزيزي،
هو مو الحمداني يقول، من أنا؟ الذي يقول هو سيد الشهداء. احنا شنو مشكلتنا مع قضية كربلاء؟ قدمنا المؤرخ على كلام المعصوم، هو الحسين قال منذ أن كان مكة، قال وكأني بأوصالي هذه تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء. حدد مساحة المعركة. النواويس بالضبط اليوم هي مرقد الحر الرياحي، وكربلاء الأرض الرخوة القريبة على الماء اللي بالضبط هي عند قبر أبي الفضل العباس عليه السلام، لأن يعني العباس قتل على المسنات. لاحظ، فأكون نلتفت إلى هذه المسألة. 6 كيلومتر عرض مساحة المعركة من غير الطول، نصل إلى منطقة باب بغداد وأبعد، لا تتصورها يعني كلها. صح أعظم البطولات كانت هنا، بس هذا لا يعني أن كلهم صرعوا بين الحرمين الشريفين اليوم، لا. يعني معركة فيها هجوم الخيل ما تقف عزيزي، اسألوا المختصين. الخيل تحتاج إلى مساحات. معركة كربلاء مو معركة براس فرد وانتهت، إن شاء الله يأتينا في حديث يوم العاشر. في حملات خيل، كتائب، التحام، مطحنة، مجزرة، مو سهل المسألة. فحفر خندق بعد سوى أبو علي صلوات الله عليه من ضمن تراتيبه، أنه أيضا أحاط المعسكر بشقين جانبيين، أيضا هذا يمنع مرور الأعداء إليه. يعني ما يشبه بالدائرة اللي ينقص من عدها قليل جدا. أحاط الإمام الحسين بتراتيب عسكرية مهمة، والخندق تدري وسيلة من وسائل نجاح معركة الأحزاب يومها. كذلك الإمام الحسين، هذا الصمود اللي عنده أمام 30,000 وجيشه أقل تقدير جيش الأعداء ضعفين فأكثر، احنا قلنا ضعفين تبعا لتتبع معارك النبي صلى الله عليه وآله، أنه المسلمين ببدر 313 مشركين 1,000، لاحظ. وهكذا خندق 1,000 ب3,000 أو 3,000 ب10، أحد 1,000 ب3,000، وهكذا. فأقل شيء ضعفين، 3 أضعاف فأكثر. فهذه كلها تساهم في إيجاد نوع من الصمود الحسيني، المقاومة الحسينية، وتحقيق الانتصارات الميدانية. ولذلك نص الإمام الباقر واضح في هذا الباب، وهذا النص أيضا مظلوم، قال رفرف النصر على رأس الحسين عليه السلام حتى ظهر يوم عاشوراء. إذن حسب الواقع العسكري، حسابات العسكرية، الإمام سيد الشهداء كان منتصرا إلى ظهيرة يوم عاشوراء. ما الذي جرى؟ إن شاء الله سنفصله في الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليك يا أبا عبد الله ورحمة الله وبركاته.